23 يناير هتبدأ الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب للرئاسة الأمريكية. الموضوع محسوم للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بس لازم يحضر ويعزز موقفه في سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية هتمر على 50 ولاية. لازم الشرق الأوسط يهدى ويبقى فيه تصور لفوضى منضبطة بتقودها أمريكا قبل التاريخ ده. أنا بتكلم بحسابات ومصطلحات الأمريكان، وده غرض زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لحد دلوقتي. دي الزيارة الرابعة للمنطقة منذ بدأت الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ورغم أن مصر لم تكن محطة معلنة في الجولة بس لاحقا أضيفت للجدول، يمكن في آخر لحظة قبل ما الوزير الأمريكي ما يغادر واشنطن. التوجه دلوقتي هو حالة اللا سلم واللا حرب، يعني يفضل في توتر واشتباكات في قطاع غزة طول سنة 2024، ونفس الوقت بين حزب الله وإسرائيل، من غير ما تذهب الاشتباكات إلى حرب شاملة بين تل أبيب وبيروت. بالحسابات ده مفيد جدا للأمريكان، استنزاف اقتصاديات الكل في الشرق الأوسط وأولهم مصر، استنزاف الأمن القومي للكل في الشرق الأوسط وأولهم مصر، حالة صنعها الغرب أكتر من مرة، منهم آخر سنتين في الانتفاضة الفلسطينية الثانية. الهدوء والاستقرار اللي كانت فيه المنطقة سمح لمصر تصعد في عالم الأسواق الناشئة، وسمح للفلسطينيين يعيشوا حياة طبيعية في غزة والضفة الغربية. كل ده مرفوض. أمريكا بتضبط إيقاع العنف وهتسيب المنطقة تتسوى على نار هادية، وهتقوم تشوف انتخاباتها وبعد كده ترجع لنا أوائل 2025 تسخن وتصعد من تاني. الوزير بلينكين جه بمخطط شيطاني جديد يكمل الصورة. الجيش التركي سوف يدخل قطاع غزة على دبابات أمريكية وإسرائيلية لحفظ السلام والاستقرار، بس في واقع الأمر ده إسفين ومشكلة جديدة بين تركيا وجيرانها العرب اللي العلاقات هتتوتر بينهم، وتركيا بتقوم بأدوار وظيفية لصالح الغرب في قطاع غزة. مصر رفضت إنها تلعب الدور ده، لأنه مستحيل نبقى حراس للغرب على رقاب الشعب الفلسطيني ومصير القضية الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس جه مصر في زيارة عاجلة لبحث الموضوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في إسرائيل حكومة الحرب بتتصدع وتنهار، مسألة وقت والحكومة الإسرائيلية نفسها والكنيست هيتحل، وإسرائيل رايحة لانتخابات مبكرة. أسطورة إسرائيل الديمقراطية المستقرة العلمانية سقطت عام 2023. في 15 ديسمبر 2023 مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية. المسؤول الأمريكي كان حامل معاه خطة لتطوير السلطة الفلسطينية بتتضمن تعيين نائب للرئيس الفلسطيني على أن يقوم الرئيس بتفويض صلاحياته لهذا النائب. الهدف هو أن يقود هذا النائب السلطة الفلسطينية في إطار تأهيلها لحكم قطاع غزة، بالإضافة إلى الضفة الغربية بعد انتهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة. رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن المقترح الأمريكي. المفارقة هنا إن أبو مازن نفسه كان يوما ما هذا النائب. في يناير 2001 حينما أتت إدارة جورج بوش الابن للبيت الأبيض، وكانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مرحلتها الأولى، وكانت سياسة أرييل شارون هو تصفية الزعامات الفلسطينية معنويا أو جسديا، وجدت واشنطن أن الحل أنه يضغط على الرئيس ياسر عرفات أبو عمار من أجل تعيين رئيس وزراء وتفويضه بالصلاحيات، فلم تكن السلطة الفلسطينية بتضم وقت ذاك منصب رئيس وزراء، واختارت واشنطن على وجه التحديد محمود عباس، وتم استحداث المنصب من أجله خصيصا. الضغوط كانت صعبة للغاية على المنطقة، لدرجة أن الرئيس ياسر عرفات أصدر قرار تعيين عباس يوم 19 مارس 2003، وهو نفس يوم بدء الغزو الأمريكي للعراق. ولكن عرفات كان ثعلب سياسي، وضع كل العراقيل أمام حكومة عباس إلى أن أصبح مجرد دومي، قبل أن يستبدله بأحمد قريع في 6 سبتمبر 2003. ويدور الزمن ويأتي الأمريكان إلى نفس المكان بنفس الخطة بعد 20 عاما بالتمام والكمال، وزي ما الأمريكان طلبوا من عرفات استحداث منصب رئيس الوزراء على مقاس أبو مازن، فإن الأمريكان اليوم بيطلبوا أبو مازن باستحداث منصب نائب الرئيس على مقاس رجلهم الجديد اللي لسه محدش يعرف هو مين.
وإن كانت الإشارات قد ذهبت إلى محمد دحلان وزير الداخلية الفلسطيني الأسبق. وبالذهاب للحدود المصرية الفلسطينية هنلاقي محافظة رفح الفلسطينية أصبحت قنبلة موقوتة، أكثر من مليون نازح في غابة من الخيام. وسؤال اللحظة في رفح الفلسطينية، ماذا لو قصفت إسرائيل المدينة؟ هل تكون الوجهة المقبلة للنزوح هي مصر؟ أم أن هناك قراءة ثانية للموقف هتسفر عن نفسها في الوقت المناسب؟ جيش الاحتلال انسحب تقريبا من شمال غزة، بس عسكر في جنوب غرب القطاع، يعني على الحدود مع مصر. لسه نتنياهو طمعان في طريق صلاح الدين أو طريق فيلادلفيا، على أمل أنه ياخد أي لقطة تفيده في الانتخابات المبكرة يوم ما تبدأ. الجيش الأردني أعلن عن إصابة أحد ضباطه برصاص مجهول في المستشفى الميداني بقطاع غزة، وتحديدا في مدينة خان يونس. فرصة أقولك أنه أي تدخل عسكري مصري أو عربي في قطاع غزة بيواجه حقيقة البعض بيحرج يتكلم فيها، أنه أنت وشك لاحتلال إسرائيل مش ضامن ظهرك اللي المفروض يكون الفلسطيني أمين عليه. بس دلوقتي القضية الفلسطينية بقت مقلب حرامية بين فصائل إيرانية وإسرائيل علشان يورطوا العرب في أي مصيبة تعطل حياتهم 50 سنة لقدام. العرب لو قرروا التوحد والحرب مش ضامنين الفصائل الفلسطينية والسورية والعراقية وحتى اليمنية، هتضرب في مين والصالح مين؟ ويمكن اللي حصل للجيش الأردني في خان يونس يخليني أقولك إنه مفيش دولة في العالم كله مطلوب منها تحارب لكل جيرانها على حسابها زي ما هو مطلوب من مصر ليل نهار مما يسمى بالعالم العربي أو العالم الإسلامي. إحنا لما نقرر نحارب هنحارب بمرجعية الأمن القومي المصري، بمرجعية وطنية، إنما مش بمزاج أو ابتزاز أي طرف، عشان ده بقى الفخ اللي اتنصب لك بطول القرن العشرين بحاله. أنت تبقى لسه خارج من الحرب العالمية الثانية وحتدور على الاستقلال التام والجلاء زي ما كل دول العالم بدأت عقب الحرب، هوب البس حرب فلسطين 1948، تبقى بدأت تفوق بثورة يوليو وحصل الجلاء والاستقلال وتأميم القناة، هوب العدوان الثلاثي. تتفق أو تختلف مع عبد الناصر، بس الخطة الخمسية كانت ماشية كويس، هوب ادخل على النكسة في 1967، عرفت توصل لاتفاق مع الأمريكان في 1979 والاسم معاهدة مع إسرائيل وقفلت الصراع المباشر. كل ما تبدأ تفوق برضه يبدأ حلقة من سلسلة حروب غزة. كانت أرقامنا الاقتصادية كويسة أيام حكومة كمال الجنزوري الأولى، ينزلوا بالانتفاضة الثانية وبعدها غزة 2006 و2009 و2014 لحد طوفان الأقصى 2023. والنهاردة كل السيرك المنصوب ده من شرق المتوسط لغزة لباب المندب أنت المقصود بيه، مقلب حرامية بين الفرس والصهاينة وانت المقصود، تصفية مكاسب التجربة المصرية والاستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية الاستثمارية بحزام من الأزمات. فالقضية دي لا دين ولا أرض معاد ولا حاجة غير اللي قاله وزير خارجية بريطانيا سنة 1840 واللي فكر فيها برضو نابليون وغيره وغيره، عازل بين مصر والشام يعمل أزمات ويصدرها لمصر على طول الخط طالما التدخل الغربي المباشر مش نافع مع مصر، والغرب مش هيعمل حاجة غير إدارة الصراع ودعم إسرائيل بس بنسبة برضه. مش مسموح لإسرائيل تتسيد الشرق الأوسط. بالمناسبة مش معنى إنه الغرب خايف من إمبراطورية مصرية إنه يدعم إمبراطورية صهيونية، إنما المطلوب حالة لا سلم ولا حرب، لا فائز ولا مهزوم، والمنطقة تفضل على نار كده ومصر مشغولة بالسيرك ده ومش نافع ترجع لمقعدها الإمبراطوري اللي كان دايما بيغلب كفة الشرق على الغرب في صراع دولي سياسي مش ديني، لأنه بدأ من قبل الأديان الثلاثة وعبر التاريخ. وإحنا كشعب نفوق بقى من أوهام الحرب اللي لازم نقوم بيها وعمالين حادي بادي إسرائيل ولا إثيوبيا ولا ليبيا ولا السودان. للأسف عنتريات الحقبة الاشتراكية تزوجت مع أفكار الجهاد والخلافة الإخوانية وأنتجت مواطن عايز يحارب على روحه. مش هقولك اسأل نفسك هتقدر على اقتصاد حرب ولا تكاليف حرب من عدمه، إنما هقولك حسب الدخول الحرب، أي حرب مش بتاعتك ولا بتاعت دماغك أصلا. إحنا مش بندخل ولادنا الكلية الحربية ويطلعوا ضباط أبطال ويصرفوا على نفسهم دورات في دول غرب وشرق علشان في الآخر هيروحوا الحرب بحملة هاشتاج أو حملة علاقات عامة مليانة لجان إلكترونية إخوانية وصهيونية. ونترك مسرح العمليات في غزة ونروح لإيران. الأربع 3 يناير وفي قلب محافظة كرمان جنوب إيران وقع أكبر حادث إرهابي في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تفجير على الطريق إلى طريح قاسم سليماني
أدى إلى مقتل 95 شخص أغلبهم من الحرس الثوري الإيراني، نظراً لأن اليوم ده كان يوم إحياء ذكرى مصرع سليماني على إيد الأمريكان. تاني يوم داعش أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، سواء إسرائيل أو داعش فالاتنين وجهان لعملة واحدة اسمها الإرهاب الديني، سواء إسلام سياسي أو يهودية سياسية كلاهما صنع على إيد الغرب لتفجير الأديان والمجتمعات من الداخل. دي مش أول مرة داعش يضرب فيها إيران لصالح إسرائيل، ده أمر واقع في إيران من سنة 2002 لحد النهاردة. في الوقت نفسه اللي وول ستريت جورنال نشرت خارطة بتقول إنها بنك أهداف في شمال اليمن، بتستعد أمريكا وبريطانيا لقصفه تحت إدعاء إنها بتضرب مناطق الحوثيين. نفذت إيران بالحوثيين ما فشلت فيه كافة الفصائل في اليمن، ألا وهو فتح الباب للتدخل الأجنبي في دولة عربية جديدة. مصر لن تستسلم للقراءات الأمريكية والإسرائيلية للأزمة، وتواصل الوساطة بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى موقف فلسطيني موحد، بعد ما انفرجت الخلافات بين حماس الداخل وحماس الخارج، وبين حماس وفتح وبين فصائل غزة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وسوف تبدأ مصر في استضافة جلسات للحوار بين الفصائل الفلسطينية في أسرع وقت، إلى جانب مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتولى المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية. في الوقت نفسه اللي خطة نتنياهو لتولي عشائر غزة الحكم سقطت، وأعلنت العشائر الفلسطينية رفضها لأنها تكون بديل عن السلطة الفلسطينية أو حتى عن حركة حماس. مصر تراقب كافة تحركات الأصدقاء قبل الأعداء على رقعة شطرنج اسمها الشرق الأوسط، لعبة الأمم في أدق مراحلها وأخطر أيامها لأنها المرحلة الأخيرة. وسط كل تلك الفوضى مصر درع فلسطين التاريخي لن تسمح للقضية أن تموت. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.